السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت شيخ محتاج بس فتوى ذريه من حضرتك. اتفضل. انا ابراهيم نوح شيخ. نعم؟ انا ابراهيم نوح. فاكرني؟ اتفضل يا اخي ابراهيم، اتفضل، مرحبا. يا شيخ انت فاكرني صح؟ انا كنت مكسر الكلام في 3 ايام. نعم؟ انا كنت بكلم حضرتك من 3 ايام. ايوه ابراهيم نوح كنت عندي. ايه؟ نعم اتفضل. ايوه يا شيخ، ايوه يا شيخ حضرتك، انا شيخ عندي وساوس جامده يا شيخ، مش عارف اعمل اي حاجه في حياتي. ونعمل لك ايه بقى؟ تعوذ بالله مش ترجين من نفسك يا حبيبي. ايوه ايوه بس انا مش عارف هي الوساوس دي صح ولا غلط، دي مشكله. طب ما المطلوب مني؟ ما السؤال؟ ما انت جيت وعجبناك بما فيه الكفايه. انا عايز تفهم بس سؤالي لو سمحت، انا ضغطت على حاجه من غير قصد ومش عارف الحاجه دي تعمل. يا حبيبي جاوبناك على هذه عده مرات. لا انت ما جبتش يا شيخ ولا مره. لا والله جاوبنا، قلنا ما عليك شيء، قلنا ان اصلا انت ما ارتكبت ذنب، غطى انت تلعب على المحمول، صبعك جعل لايك اعجاب بحاجه محرمه وانت ما قصدتها. لا بس هي ما اتعملتش اصلا، هي ما اتعملتش. ما اتعملتش خلاص. قولي الناس بتقولي ما اتعملتش. خلاص الحمد لله ما عليك اي مشكله. قصدك قصدك بقى في نفسي وولدي وفلوس وما تفكرش فيه خالص؟ لا ما تفكرش خالص. الحمد لله. اوعى تسال مره ثانيه هذا السؤال. لا تسأل يا إبراهيم ابن نوح، أنت اسمك اسم نبي واسم والدك اسم نبي، فالشيطان ركبك ليه بس كده يا إبراهيم ابن نوح؟ ها؟